بالنسبه كاينه حاجه اخرى، كاينين اللي لايف في الفيسبوك عاوتاني غاديين يكونوا، بالنسبه للناس اللي ما حضروش هنا او للناس اللي ما عندهمش الكونيكسيون يعني الانترنت، الوغ راه غادي يكونوا دي لايف في الفيسبوك ان شاء الله. الشيء اللي درناه هنا في زوم ولا في جوجل ميت راه نفسه غادي يتعاود في فيسبوك، يعني سير تشوف في الفيسبوك غادي يتعاود كوم ريزومي، ماشي بحال هذا الموديل اللي انا غنشرحه، غنشرح الكور وبالتالي ولي زيكزامبل. بالنسبه لواحد الملاحظه اخرى بالنسبه لهذا الكور اللي غادي نخدموا اليوم ديال لاشيمي اورجانيك، كنصيحه لكم سواء كنتي اس ام سي ولا كنتي اس ام بي، سواء كنتي اس ام سي ولا اس سواء اخوان واش كتسمعوني؟ حيت كاين اللي ما كيسمع والو. واش صوتي مسموع؟ شي واحد يجاوب عافاكم. الصوت كيتقطع. عرفتش. المهم بالنسبه كيف قلت لكم، بالنسبه لاشيمي اورغانيك سواء كنتي اس ام سي ولا كنتي اس ام بي ولا ميدسين ولا انا ولا اي ايكول كتقرا فيها، راه هاد الموديل بالذات الا ما ضبطتيش فيه الكور راه مستحيل انك تفهمو ولا تيفاليدي. باش تكون واضح معاك، الا ما ضبطتيش الكور مزيان الكور ديالو، خليني من شي ميتليزون ولا شي ميت سوليسيون ولا لاطوميسيك تقدر هادوك تخدم تي دي ولا تي دي ولا لي زيكزامون تي دوز فاليدي. باغ كونتر بوغ هاد الموديل لا، خاصك انك تخدم الكور ديالو، الا فهمتي الكور ما تلقى لا مشكل لا في تي دي لا في لي زيكزامون. شي تفهم معايا انا الكور تي دي ولي زيكزامون تخدمو من راسك، ماشي انك تخدمو معايا. متفقين؟ المهم نتمنى الميساج يكون اوصل. بالنسبه لهنا، بالنسبه لهذا الموديل هاد سيرتو هاد لو شابيتر الاول غادي يطلب منا بزاف ديال الوقت باش اننا نكملو. علاش؟ اصلاكم ديزاكتيفو الميكرو، ديزاكتيفو الميكرو. بالنسبه لهاد الموديل غادي يطلب منا شويه الوقت باش اننا نكملو، ماشي شي وقت ولكن راه خصكم يتبع معايا وان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم نبداو على بركه الله. بالنسبه للموديل هو لو شيمي اورغانيك جينيرال، يعني الناس ديال اس ام بي اللي حاضرين هنا غيقراو غير في الاس 3، يعني غيقراو غير الشيمي اورغانيك جينيرال. اما اس ام سي ولا انا ولا لي ناس اللي متبعين شيمي، الوغ راه غاديين يقراو الشيمي اورغانيك 1 و 2 و 3 و 4، يعني دونك لا باز ديالكم حاليا هو الاس 3. الا فهمتي ديال الاس 3 مزيان ما غاديش تلقى مشكل لا في الاس 4 لا في الاس 5 لا في الاس 6، انت داكشي راه متسلسل بزاف. دونك دونك بالنسبه لهذا الموديل ديال الشيمي، اول حاجه كتركز عليه بزاف هو لاطوم ديال الكربون، لاطوم ديال الكربون ولاطوم ديال الهيدروجين، وكاينين دي زوتر اتوم ولكن ماشي هذوك نشوفوهم من بعد. بالنسبه نسولكم سؤال، بالنسبه لاطوم ديال الكربون شحال كدير ليا من ليزون؟ بالنسبه لاطوم ديال الكربون كدير ليا 4 ليزون، لاطوم ديال الكربون كدير ليا 4 ليزون، وحنا غادي نديرو ليها لا ديمونستراسيون ديالها في الشيمي ليزون اللي قريتو في الاس 2. الوغ لاطوم دو كربون لو نيميرو اتوميك ديالها او بيان نيميرو دو بروتون 6 زد ايكال 6. Donc la configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p2. Donc l'orbital s qui est lié à 2 électrons. La même chose, l'orbital s, la couche 2 qui est lié à 2 électrons. L'orbital p qui est lié à 7 électrons. Maintenant, on dit 2 plus 2 est 4. Il y a 2 électrons pour 6, c'est juge. Donc il y a 6. Alors, je n'ai pas la couche externe ou bien la couche. لاكوش دو فالونس، لاكوش دو فالونس هي اللي كتكون عندها ميم نومبر كوانتيك. شنو هو النومبر ميم نومبر كوانتيك ولكن يكون كبير، مثلا هنا هي 2s2 2p2، دونك لاكوش دو فالونس هي 2s2 2p2. دونك لوربيتال اس كتهز ليا، بالنسبه لوربيتال اس كتهز ليا الكترون واحد، بالنسبه لوربيتال اس كتهز ليها عندها كاز وحده،
هاي. وبالنسبة لوربيتال بي عندها كاز ولكن مقسمة لثلاثة، ثلاثة ديال اللي كاز مقسمة لهم. دونك هنا لوربيتال اس، لوربيتال اس فيه دوز الكترون، دونك الاول هاد الثاني. لوربيتال بي لا ميم شوز، فيه دو ديال لي زيلكترون، الاول هاد الثاني، ولكن راه بقاش عندهم هنا واحد الكاز فيد. دونك شنو خصني ندير الكاز فيد؟ بما انني عندي هنا دوز الكترون، الوغ واحد غادي يتهز من هنا وغادي يجي لهاد الكاز. بلا ما تحاولوا انكم تكتبوا معايا حيت هاد البي دي اف راه غادي نلوحوا لكم ان شاء الله في الاخر. راه مشروع مكتوب كلشي، الا كنت غنكتب شي حاجه كتبوها معايا. الوغ كيف قلت لكم هنا انا واحد لو عندي وحده كاز فيد هنا، اذا غنهز واحد لوربيتال من هنا ونحولو لهنا. دونك هادشي اللي درت هنايا باش انه غادي يكون هاد الكربون غيكونوا عنده 4 الكترون سيليباتير، الاول الثاني الثالث الرابع، الا حسبناهم من الاول الثاني الثالث الرابع. وما نساوش بان الالكترون سيليباتير تنمثلوه بوان هو هذا. دونك ناخذ اكزومبل باش نفهموا. دونك اكزومبل سي اش 4، سي اش 4 يعني هنا شنو كنستنتج؟ كنستنتج باللي كيدير لي عنده 4 ديال لي زيلكترون سيليباتير، دونك يقدر يفورمي لي 4 ديال لي ليزون. الكربون اصلا مشهور بانه تيفورمي لي 4 ليزون ديال اللي كيدير لي مع نوتخ اتون. دونك اون لو كربون لو نيميرو اتون كيميك ديالو سي 6. دونك لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو هي 1s2 2s2 2p2 كيف شفنا في لا ديمونستراسيون اللي قبل. دونك لا كوش دو فالونس هي اللي كتكون عندها ميم نومبر كوانتيك اس بي، ميم نومبر كوانتيك ما بين اس والاوربيتال بي 2 2 2s2 2p2. دونك 2s غتكون فيها 2 الكترون كيف شرحنا قبل، غتكون فيها 2 الكترون، والاوربيتال بي غتكون وحده، وداك غادي نهز واحد الكترون غيدير لي واحد ترانسلاسيون باش تعمر لي هذيك لا كوش لي في. لو هيدروجين، الهيدروجين حيت هنا ليكزومبل عندنا فيه الكربون او فيه الهيدروجين، دونك الهيدروجين زاد ديالو ايكال 1، دونك لا كونفيغوراسيون الكترونيك 1s1 1، دونك الكترون واحد، دونك لا كورس دو فالونس 1s1. لوربيتال اس عنده كاز فيد وحده وفيها الكترون واحد. دونك اجي دابا نديرو لا ريبريزونطاسيون دو لويس. دونك بما ان الكربون هاي لا ريبريزونطاسيون ديال لويس ديالها، لا ريبريزونطاسيون ديال لويس هي هادي، و اش لقينا عندنا، لقينا عندها كاز وحده، دونك فيها لوربيتال واحد على حساب نيميرو اتوميك ديالها. دونك حنا لقينا اربعه، يعني اش الاولى اش الثانيه و اش الثالثه، حيت في ليكزومبل راه عطيني اربعه ديال لي اش، راه ما عطينيش وحده، عطيني سي اش 4. دونك هنا اشنو غادي يوقع؟ ما بين هاد الالكترون سيليباتر وهاد الالكترون سيليباتر تقدر تفورما ليا مع واحد لا ليزون كوفالونت، يعني هاد لوربيتال يقدر يمشي مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، سي لا ميم شوز. متفقين؟ واش حتى لهنا مفهوم؟ واش مفهوم؟ اللي ما فهمش يسوقفني باش نعاود نشرح. الوغ بويسكو هنايا كيف قلنا ديجا ان هاد الكربون عنده واحد الالكترون هنايا، الكترون سيليباتير، هذا الكترون سيليباتير، الكترون سيليباتير، الكترون سيليباتير. الهيدروجين هنا تا هو عنده الكترون سيليباتير، وهذا الهيدروجين الثاني، والهيدروجين الثالث، والهيدروجين الرابع، دونك 4 دي زيلكترون سيليباتير. يعني هنا غاتفورما لي واحد لا ليزون كوفالونت بيان. بوكوا؟ باسكو لو كربون الالكترونيكاتيفيتي ديالو كبر من ديال الهيدروجين، غادي يجر عنده لي زيلكترون كثر، يعني هنا غاتفورما عنده لا ليزون كوفالونت. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. دونك بهذه الطريقة كنستنتجو بأن لو كربون كيكونوا عنده 4 ليزون، ماشي 4، ماشي 3، وماشي 5، وماشي 6، دونك 4. حاولوا تعقلوهم عليهم مزيان باش أننا نخدمو في هادشي. دونك هادشي جي فاس. دونك لو كربون فورمي 4 ليزون افيك ان اوتر اتوم او بليزيور اتوم، يعني تقدر دير لي مثلا الكربون هنا فورما لي 4 ليزون مع الهيدروجين، تقدر تكون مع الهيدروجين ومع شي اتوم اخر، يعني الكربون بصفه عامه ما يقدرش يتباس 4 ويهبط على 4، ديما 4 ديال ليزون. هادشي علاش قلت لكم وشرحناه وعاودته، لانه غادي نخدموا بزاف في هاد لو شابيتر. الو دونك
Donc, le modèle de la chimie organique, le chapitre 1, c'est la nomenclature du composé organique. Alors, qu'est-ce le principe? Par exemple, il y a des molécules qui sont en train de se faire. Donc, il y a le chapitre 1. Ou est-ce que tu as fait l'exemple? Je vais vous faire. كتحط لك لا موليكيل وتيقول لك عطيني لا نوموكلاتير ديالها. اذا انت خصك تكون عارف قوانين وعارف طرق وعارف قواعد باش انك تقدر تعطي لا نوموكلاتير ديالها. ثاني حاجه ليكزام كيفاش كيجي على شكل ديال الامتحان ديال البكالوريا ديال الداله. كتعطاك الداله والاسئله من وراها. الو يعني هو يقدر يعطيك موليكيل ويعطيك لا نوموكلاتير ولا مشيتي تغلطتي دونك راه مسولك الاسئله كاملين باش تكونوا فاهمين. يقدر هو يعطيك لا نوموكلاتير وانت تعطي لا موليكيل وهنا قفرتي هذه البسطه الا ما كنتيش ضابط لا نوموكلاتير. المهم وان شاء الله يكون خير بالنسبه لهذا الشابيتر. راه هذا الموديل سهل بزاف غير ما تعقدوش ولا تكرهوا. غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. حنا غادي نمشيو هو بالنسبه لهذا الشابيتر فيه بزاف ديال لي فونكسيون يعني كل فونكسيون اورغانيك ولا فونكسيون نحاولوا اننا نعطيوها لا نوموكلاتير ديالها الفون باش نقدروا نفهموا ومن بعد في الاخر نميلونجيو. دابا هنا غادي نشرح لكم غير الكور وبلي زيكزامبل بيان سور ومن بعد نخدموا لي تيدي ديالكم باش تفهموا اكثر. غير واحد الملاحظه انني هنا في هذا الكور راه غادي نمشي في هذا لا نوموكلاتير دي كومبوزي كاين لي زالكاليزايز لي زالسين لاسيد كاربوكسيليك ليستر يعني بزاف ديال لي فونكسيون يعني بزاف ديال لي فونكسيون alors بزاف ديال لي فونكسيون دونك غنمشيو فونكسيون بار فونكسيون باش اننا نقدروا نفهموا داك الشيء مزيان ان شاء الله نتمنوا من الله بالتوفيق. دونك لو شابيتر 1 سي لا نوموكلاتير دي كومبوزي اورغانيك هذا لو بروميير شابيتر وهو اللي غياخذ لنا شويه الوقت بزاف. دونك بروميير فونكسيون بطبيعه الحال هذه الكان ما كتسماش فونكسيون. دونك الكان نعرفوا شنو هو الالكان لا ديفينيسيون ديالو. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Hydrocarbures saturés. Maintenant, si vous avez un contrôle saturé, vous avez un contrôle saturé. 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 Vous avez un يعني ما بين الكربون والكربون تتكون سامبليزون. عطيت كربون ما بين الاكسجين باش تكون ساتيغي بيناتهم لازم تكون سامبليزون. عطيتك ما بين الكربون والازوت باش تكون ساتيغي خاص تكون سامبليزون. ودرتي لي دوبليزون هنا الوغ راه ما بقاتش ساتيغي. عطيتك سي دوبليزون او راه ما بقاش ساتوري. علاش؟ حيت ما بين الكربون والاكسجين راه ولات دوبليزون. اذا راه ما بقاش ساتوري هنا باش تكون ساتوري خاص تكون سامبليزون. وشنو المعنى ديال هيدروكاربور؟ سولمون هذاك لي زالكان سولمون في غير الكربون والهيدروجين. في غير الكربون والهيدروجين يعني لي زالكان شنو هما لي زاتوم اللي كيتكون منهم يعني هاد الكومبوزي ديال لي زالكان شنو هما اللي كيتكون منهم؟ كتكون ليا من الكربون والهيدروجين فقط ما كتكون ليا حتى شي اتوم اخر. نتمنى تكون مفهوم. دونك كيف قلنا انه لي زالكان هيدروكاربير ساتوري سولمون. دونك لا فورميل جينيرال سي ان اش 12 بلس 2. كيف قلت لكم انا لي زالكان هما هيدروكاربير ساتيغي قلنا انه ما بين الكربون والكربون او لا اي اتوم تكون سامبليزون بيناتهم. باغ كونتخ بور مناش كيتكون يعني شنو هما لي زاتوم فيه؟ في غير الكربون والهيدروجين. هذاك الشيء علاش قلنا في لا ديفينيسيون انه هيدروكاربير. لا فورميل جينيرال سي سي ان اش 12 ان بلس 2. ان هو لو نومبر ديال الكربون دونك لو نوم جينيريك ديال هذا كتبقى سي الكان. دونك باغ اكزومبل الى خدينا ان عطيناها نيميرو ا يعني عندي غير كربون واحد
دونك شحال من هيدروجين غادي يكون عندي؟ غادي يكونوا عندي 4 ديال الهيدروجين 4 يعني 2 خدينا 1 بوغ 1 ايكال 1 الوغ 2 فوا 1 سي 2 بلس 2 سي 4 دونك سي H4 يعني كربون دايرين به 4 ديال لي ليزون وديجا شفنا هاد سي H4 في ليكزومبل باش بينا ان الكربون عنده 4 ليزون ثاني حاجة سي H4 هو سيتان غاز الوغ سميتو ميثان ميثان عفاكم هنا راه السميات هادو راه خصهم يتحفظوا هاد السميات اللي غادي نعطيكم راه خصكم تحفظوهم راه من نهار الامتحان ولا في التادي ولا في اي نهار تخدم شي حاجة راه ما غاديش يعطيهم لك كوم دوني خصك تكون حافظهم عارفهم دونك سي اش 4 يعني ملي يكون عندي كربون واحد دونك تكون سميتو ميثان وإلا لاحظتوا الوزن على ماذا على الكان الكان دونك سي ميثان وهنا هاي السي سي اش 4 وهنا كنمثلوها عاوتاني بطريقه اخرى في هاد لاشيمي اورغانيك هاد سي اش 4 كامله هاد الكربون كنمثلوه بوان بوان دونك هادي كامله هي سي اش 4 دونك الى مشينا عطينا ان عطيناها 2 يعني سي 2 2 فوا 2 سي 4 بلس 2 سي 6 دونك سي 2 اش 6 دونك سي سا سي 2 اش 6 الوغ سميتها ايثان 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 الوغ ما بين الكا اي سي اش 3 ما بين الكربون والكربون كاين ليزون اذا هذا خصينو ثلاثه ديال هاد الكربون دير ليا واحد ليزون مع الكربون اخر اذا شحال خصو باش تكمل 4 خصني ثلاثه ديال الهيدروجين هاي اش 3 باش تبان لكم كثر نوضحوها هنا عطينا كربون ما بين كربون اخر اذا هاد الكربون دير لي ليزو مع هاد الكربون هادي ديال سي 2 كربون كربون اذا هذا باش تكمل عنده 4 اذا خصينو ثلاثه ديال الهيدروجين وهذا لا ميم شوز خصينو ثلاثه ديال الهيدروجين دونك نتمنى تكون مفهوم هادشي وهنا كنعاود كنقدروا نمثلوها على هذا الشكل وبيان نقدروا نمثلوها على شكل اخر الشكل الاخر اللي نقدروا نمثلوها عليه هو انه ما بين الكربون والكربون قلنا ليزون حتى كنمثلوا الكربون بوان اخوان واش كاين شي سؤال حتى لهنا واش هادشي باين شكون اللي ما فهمش باش نعرف واش غادي معايا ولا لا اللي واضح يكتبها في ميساج او اللي يقدر يقول ما كنت عفاكم حاول الماكسيمو يجاوبني واش هادشي باين واضح كاين شي سؤال يسول ممكن الوغ الى مشينا الى مشي شو عطي شو ان عطي شو ها 3 دونك سي 3 اش 8 دونك سي 3 اش 8 سميتها بروبان هاد كربون 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 3 ديال لي كربون 3 ديال لي كربون الوغ هاد الكربون ديجا دار لي ليزون اذا خاصينو 3 ديال الهيدروجين ها هاد الكربون دير لي ليزون مع هاد الكربون ومع هاد الكربون اذا خاصينو جوج هما وهاد الكربون دير لي غير ليزون مع هاد الكربون اذا خاصينو ثلاثه ديال الهيدروجين راه ماشي بالضروره نحط لك اش هنا ولا راه عادي هادشي راه باين وبالنسبه لهنا كاينه لا فورم اخرى باش تقدر نمثل كنمثل الكربون بوان بلا ما نحتاج ندير الهيدروجين هذيك انني نخرج هاد الهيدروجين من هنا ما نحتاجش انني ندير باش تخرج الهيدروجين من هنا ما عندي لاش ندير صافي كنمثل هذا كربون بوان وهذه هي لا فورمين اللي غادي نخدموا بها بزاف فهاد بالنسبه لهنا الى عطينا ان 4 يعني سي 4 اش 10 سميتها بوتان بوتان يعني اربعه ديال لي كربون الكربون الاول الثاني الثالث الرابع وكيف قلت لكم ديجا في هاد لا فورمين كنمثلوا بوان الكربون الاول الثاني الثالث الرابع والى عطيناه سانك سي سانك اش 12 دونك سميتو بنطان على وزن الكان بيطان على وزن الكان خوبان على وزن الكان ايطان على وزن الكان لا ميم شوز هنا كاملين حيت علاش حيت هادو ابارتيان هاد اللي خدامين فيهم دابا ابارتيان لا فامي ديال لي زالكان دونك لي زالكان ويلا لاحظتوا باش تاكدوا انهم هادو سون دي زالكان راه ما بين الكربون والكربون الا لاحظتوا معايا من الكربون واحد حتى الاخر انا كنلاحظوا غير سامبل ليزون دونك راه سيتان الكان ساشوري الى خدينا سي سانك اش 12 دونك سميتو بنطان باش تقدروا هنا انكم
تقدروا انكم تاكدوا بهاد لا فورميل ملي تعاودوا ان بالقيمه ديالو انا واش صحيح بنطان دونك سي لا ميم شوز الكربون الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى عطينا ان ايغال 6 هكسان 6 سميتو هكسان 1 2 3 4 5 6 الى عطينا ان 6 يعني 7 دونك سميتو هيبطان دونك سي لا 1 2 3 4 5 6 7 الى عطيناه 8 دونك سميتو اوكتان 1 2 3 4 5 6 7 8 عطيناه 9 سميتو نونان عطيناه 10 سميتها ديكا الماكسيموم حتى ل 10 ديكا ديكان دونك من الاول الوغ الى كان عندي كربون واحد سميتو ميثان كانوا عندي جوج ديال لي كربون ايثان كانوا ثلاثة بروبان كانوا أربعة ديال لي كربون بيطان كانوا خمسة بنطان كانوا ستة كانوا ستة هيكسان كانوا عفاك ديزاكتيفي الميكرون الى كانوا ستة هيكسان كانوا سبعة هيبطان لم اكتيفي الميكرو ديزاكتيفي لم اكتيفي الميكرو ديزاكتيفي بالنسبة للكربون A قلنا ميثان لكربون 2 إيثان لكربون 3 بروبان لكربون 4 بوتان لكربون 5 بنطان لكربون 6 هيكسان لكربون 7 هيبتان لو كربون 8 اوكتان لو كربون 9 نونان لو كربون 10 سي ديك دونك هادو خصكم تحفظوهم دونك كيف قلت لكم ديجا الى تحتو ما بين هاد الكربون فهاد لي سومين كربون 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 كامو هادي كتسمى سي فورميل سامبل او بيان فورميل دو زيكزاك وبالنسبه لهاد هادي الا كتبناهم على التكست سي اش 3 سي اش 2 اكسترا كتسمى فورميل سومي ديفلوب Exemple. باش نرجع باش هنا بالنسبه لهنا ما تنساوش واحد الحاجه هاد لي كربون كاملين هادو كتساليني لنا بان بوكو ان باسكو ابارتيان لا فامي ديال لي زالكان ان ابارتيان لا فامي وهاد بروب بوت بنت هكس هب هما لونيتي فوندامونتال هما اللي كي هما لي نومبر ديال الكربون في لاشين برينسيبال دابخي لا موليكي Alors, on voit l'exemple. Exemple. CH3, CH2, CH2, CH3. Alors, il est estimé que le carbone est un carbone. L'oul, tchani, tchalich, rabe. Ou il est génie. Ou Kamel a dit appartient à la famille des Alcan. Pourquoi? Parce que si ça, tu règles Kamel, simple liaison, simple liaison, simple liaison. Ou il est génie. فين عطيتكم الريزومي دونك 4 كارون سي بوت ان باسكو ابارتيان لا فامي ديال لي زالكان يعني بوتان بوت هي لينيتي فوندامونتال يعني لو نومبر دو كارون دون لا شين برينسيبال و ان هي تيرمينيزون يعني هي باش غتسالي يعني باش تسالي هي ابارتيان دو كوا يعني ابارتيان لا فامي ديال لي زالكان دونك بوتان و بيان نقدروا نشوفوا على شكل واحد جوج Donc la nomenclature d'après le pacte, la règle. Donc la notion de la nomenclature. Alors donc par exemple un dia la chaîne principale. La chaîne principale, il y a une fait plus longue que le carbone. Alors il y a une fait plus longue que le carbone. Mais c'est un char de blé à dire la chaîne principale. اللي هذه هي لاشين برينسيبال شنو هما اللي ممكن يقدروا يكونوا خارجين لينا من هذيك لاشين برينسيبال يعني شنو يقدر يكون لاصق فيها تقدر تكون اف بي اف اس يو ان اس و ار شنو هما هادو اف بي سا فو دير هي لا فونكسيون برينسيبال سي لا فونكسيون بريوريتير اف اس سي لا فونكسيون سكوندير نون بريوريتير
UNS, ça veut dire qu'il y a l'insaturation des doubles liaisons, bien triple liaisons, mais bien carbone-carbone. Oui, mais je me dis que nous avons d'abord, nous avons la nomenclature. La nomenclature qui veut que tu aies un peu de temps, tu aies un peu de temps. Donc, l'oula, il y a le préfixe. Tu as un principal, l'insaturation, là où c'est fixe de la fonction principale. واحد الملاحظه انا بالنسبه لهذا الطابلو هو اللي غنستعملو باش نحطوه هنايا في لاشين برينسيبال الوغ باش نفهموا هذا الطابلو وهذا الشيء كامل انا ما غنشرحوش دابا حيت غنعطيكم اكزومبل باش تقدروا تفهموا غنعطيكم اكزومبل باش تفهموا ديك الساعه نرجعوا نشرحوا والاكزومبل هو هذا شافقين الوغ راه هاد الصوم غتقطع ليه دابا يعني على لا غينيو غيعاود ثاني انا نعاود نصيفط لكم ليان اخر وعافاكم دخلوا لي دابا باش تقدروا تكملوا هذا ونفهموا هادشي